حصل ولا ما حصلش. ده يعني جيم او لعبه بتتطلب الصراحه المفرطه. اوكي. ايا كانت العواقب، ايا كان رد فعل ماما، كل واحده هتمسك مضرب وتقول ماشي. حصل ولا ما حصلش بالنسبه لي. بعيط وانا بتفرج على افلام الكرتون. المسلسل اللي هو الكرتون بتاع اللي هو البنات توتالي سبايس. كانوا بيضربوا بعض ويصوتوا ويشدوا شعر بعض عشان بنختار كل واحده تبقى مين في الثلاث بنات دول. وانا عشان الصغيره كانوا يقعدوا يدوني البنت اللي هي اللي مش مهمه مش في الدور. حصل ولا ما حصلش. عملت ستوكينج لحد من المشاهير، اترصدت لحد من المشاهير وقعدت اتابعه بقى. ايه ستوكينج كده وترصد؟ انت ايه ده؟ انت مصدومه يا ماما. انت تامر حسني؟ طبعا تامر حسني اكيد، كلنا تامر حسني. يسرى؟ عملت لها ستوكينج؟ انا بستوك يسرى بحبها جدا. يعني منى زكي بتقعد تراقبهم بقى كده، تدخل على كل الحسابات بتاعتهم. بس بيبقى حب. ما انا فاهمه يعني. ها انت تامر حسني برضو. ايوه قاعدين بتراقبوه ليل ونهار تامر. لا يعني مثلا بيعمل ياسمين عبد العزيز بحبها قوي. كده شيرين كده يعني. حصل ولا ما حصلش. مره في المدرسه زورت امضة ماما او بابا. دي كانت قصه. لا اكيد دي كانت قصه كبيره جدا. كلكم يعني انا اتقفشت ساعتها. حصل ولا ما حصلش. مره نزلت فيديو وندمت عليه، نزلته على السوشيال ميديا. حاجات كتيره قوي. ايه انا اكتر حد يعني ايه اكتر فيديو كتير قوي لما بنزل حاجه وبيجي لي عليها مثلا تعليقات سلبيه، بحس ان انا ليه نزلتها. يعني بزعل، انا بزعل قوي بجد من الكلام السلبي. يعني ممكن حد وهو بيكتب حاجه ما يكونش متخيل ان الحاجه دي هتزعل الشخص ده. اصل هو يعني ايه، يعني public figure، يعني شخصيه عامه بيجي له حاجات دي. لا انا كل جمله وحشه بتزعلني جدا، فبزعل طبعا كتير من حاجات بنزلها. يا بنات عايزاكوا تحكموا على ميان السيد دلوقتي. اخواتك ومامتك يحكموا عليكي حكم نهائي كده من غير ما تعملي اي حاجه غلط. حكم تنفذه حالا في الاستوديو. ليه؟ تعالي يا ميان، تعالي، هم عايزين يتداولوا، عايزين اقعدوا جنب ماما كده واحكموا على ميان. تعالي اقعدي هنا. تعالي يا قمر. شكرا. دول يعني بيفكروا بجد. تعمل في القران بتاع اللي كانت ايه حكم فني. فني والله. إيه حكم فني. في الكلور طبعا ما نسيتوش بتاع الكلور. موافقه على الحكم؟ موافقه. يلا يا شمندوره. يعني البنات ألطف الكائنات.